من 30 سنه ما كنتيش بتعرفي تلفي القرطاس. أيوة. النهارده بعض. انت بتعملي كل حاجه. جوزت احمد ابني وجوزت هبه بنتي في المنصوره، واحمد ابني برضك. هو انت اصلا من المنصوره؟ لا انا من هنا بس ابو العيال من المنصور. اه فهي اتجوزت من قرايبها يعني؟ لا بنتي اتجوزت هنا، اما جينا ايام الزنزال بنتي اتجوزت هنا سنه 92. طيب واولادك التانيين؟ واحمد اتجوز من المنصوره وخلفت السيد ده، خدته منها عنده 6 شهور قدام الشارع ده كله يسال عليه. كنت باخده منه كده احطه في قفص زي ده وارضعه، او ام علي تاخده مني تحطه في قلب العرس. ده حفيدك ده اللي عايش معاكي دلوقتي؟ ده نور عيني يا حبيبتي. ده ابن ابنك. وقفتي في السوق وقفتي بألف راجل يعني اللي بيبص لك بصه لا بطيره بتطيريه. طيب انت في عابدين بقالك 30 سنه. كلمينا بقى عن عابدين واهل عابدين زمان ودلوقتي، ايه الفرق بين زمان ودلوقتي؟ كانت عابدين زمان ازاي؟ كانت إيه حلوه والناس قلبها على بعضيها وبتحبي بعض. بس انت اهو يا ست الناس لسه محتفظه بعادات اهل عابدين الاصيله، الناس الشهمه الجدعه. الحمد يعني لله. انت لما بيجي لك حد تحسي ان هو من ايده مش طايله بتديه؟ لا من عند ربنا طبعا. انا براضيهم وراخر ربنا بيبعت له اللي بيراضيني. يا حبيبتي. والله. انت عارفه ما كنتش اراضي ما اكسبش. ما هو ربنا ما ببيعش. لازم اطلع يا حبيبتي زي ما باخد بطلع. طيب كلميني بقى عن مواقفك في السوق، يعني حد بقى جه يترازل عليكي رحتي مناولاه؟ لا ده انا رخمه بتخانق. ليه؟ مين اللي قال انك رخمه؟ ده انت عسل. احكي لي عن عاداتك كده وسط اهل السوق وسط اهل عابدين. اللي لو حد حاول يترازل، لو حد حاول يترازل انا باكله، ما حدش يتخانق معايا، اللي بيضايقني بضايقه. صراحه. بس الناس كلها بتحبك يا ست ام احمد. الحمد لله. الناس هيوقفوا عند ربنا. ما شاء الله. من عند ربنا، الحب ده من عند ربنا. انت بتحلمي بايه الفتره اللي جايه؟ نفسك في ايه؟ نفسي سيدي يبقى احسن حاجه عندي، وامنيتي ان هو يبقى احسن مني كمان. يا نهار ابيض. ايه يا ست ام احمد، ده انت ست بألف راجل بتعيطي ليه؟ لا يا حبيبتي لا سيدي بقى حاجة تانية عندي، لا عشان ربنا يحقق لي أملي بس فيه. يعني ربنا رضاكي في ولادك أكيد هيرضيكي فيه. هو ده أحسن من ولادي عندي يا حبيبتي. قلت أنا هكفي عليه وأنا اللي هستعمل اللي محدش ليه دعوة. ده أنت تعتبري أمه، ده أنت اللي مربي، ده أنت بتقولي كنت بتحطيه في القفص وهو عنده شهرين، بتعيطي ليه؟ نفسي يا سيد ده بحاجة تانية عشان ما حدش يقول تربيتها مش هي ولا مش هو. حد يقدر حد يتجرأ. وهاخدك الوقت عند فندق اسأليه يقول أحسن تربية الواد ده ومقدم ومحترم. هو لو كان أنا كنت نزلتهولك يا حبيبتي. بس مش هنا. بالراحة. بس ما تعيطيش والنبي. طب والله العظيم ده هيطلع زي الفل. وبعدين تربية إيدك يا ست أمي. بس في الدنيا كلها. ما بفكرش لا في عمته ولا في ابوه ولا في اي حد. هو ده اللي قاعد معايا وشايلني، حتى لو عييت يقعد من الشغل ويقعد جنبي. يا حبيبتي والله ويخدمني حلال. ما برضاش ادخل جاره عندي تعمل لي حتى كوبايه شاي، هو اللي بيقوم بيا لغايه ما خف. يا حبيبتي الحمد لله ربنا يرضيكي فيه ويفرحك بيه. يا رب. يعني انت واقفه شقيانه عشانه. يا رب. يا ده انت طلعتي قلبك قلب خصايه خالص يا ست ام احمد. السيد عامله بس كده اللي يقرب ياكله وبتعيطي، ده انت دمعتك قريبه. السيد بالدنيا كلها واساليهم جيراني يا حبيبتي. طيب ما كان جه يصور معاك اهي الناس كلها هي بتقول لك احنا ولادك. طب قولي لي ما جاش عليكي يوم كده حسيتي انك تعبتي وقلت انا تعبت مش عايزه انزل؟ والله بنزل برضك، اما كنت تعبانه بنزل. والله انا جاتني جلطه قعدت شهرين وبقيت برضك نزلت اشتغلت عشان ما احسش ولادي بحاجه ولا احس السيد بحاجه. قلت لا انزل ابقى في وسط الناس احسن. هقعد اعمل ايه؟ النوم هيجيب لي عيا اكتر وده اكتر وجسمي هيهمد. انا بحب الشغل. يا حبيبتي ربنا يرضيكي ويرزقك برزقهم يا رب. والحمد لله. الحمد لله. وبعدين ما تبقيش بقى تعملي ايه بقى جامده على الناس، ده انت طلعتي دمعتك قريبه. لا انا بحب سعيد. سعيد ده عسل، ده كفايه انه تربيه ايدك. بحب اصلا. ربنا يا رب يرزقك ويوسع عليكي ويرضيكي يا رب. يا بنت عابدين يا اللي بألف راجل. يا رب. نورتينا في اهالينا يا ست ام احمد. يا رب يستر عرضك ويخليك. ربنا يرضيكي ويخليكي يا ست الكل. ربنا يرضيكي يا رب. نور. ربنا يرضيكي يا حبيبتي. نورتينا. يكفيكوا شر المرض. اللهم يا رب ما تتحوجوا لحد. اللهم امين. احنا وانت والكل يا رب. احنا وانت والكل. نورتينا يا ست الكل. ربنا يخليكي يا حبيبتي.